الطاقه الباركينغ الطاقه الاستيعابيه ديالته هي 600 مربط، هو على طبقين 300 بلاصه لكل طبق. غادي يتم الفتح ديالو بالمجان لمده شهر حتى الناس الاكادير يشوفوه ويعرفوا هذاك المنشاه كيف تمت. منشاه على احسن طراز، مجهزه بالمصاعد، مجهزه بواحد النظام الكتروني اللي نتمناو انه تلبي الانتظارات ديال الساكنه. التعريفه هو كاين اللي كاين هو القرار الجبائي اللي ما يمكنش نخرجوا منه، والقرار الجبائي الذي كان مطبقا في ساحه بيجوان. جميع المرابط اللي هي مغطاه ولا محروسه تتم بالساعه. بالنسبه لهذاك المربط غتكون الفتره اللي من جو بونس من اكتوبر حتى نهايه افريل درهمين للساعه نهارا وثلاثه دراهم ليلا، وان لا يتجاوز المجموع 10 ديال الدراهم. وبالنسبه للفتره الصيفيه جو بونس ثلاثه ديال الدراهم بالنهار، بيتيت 5 دراهم بالليل. ان شاء الله كاين المربط ديال غوي دلافواغ، راه شفتوا الاشغال انطلقت به في انتظار تفوت الفتره الصيفيه ان شاء الله ونبداو المربط ديال بيجواد. هذا راه كما قلت لكم هذا راه حدث بالنسبه لنا راه تاريخي بالنسبه ديال مدينه اكادير. اول مرأف اكادير في الجهه يعني، وكما قلت لكم راه غادي يربط ما بين جوج ديال الشوارع اساسيين، محمد الخميس وشارع الحسن الثاني. اذا رحنا غادي نعيش واحد الجيل جديد. الحمد لله راه اكادير بدات تتغير، الحمد لله راه اكادير الغد راه تتماشى مع المغرب ديال الغد، والحمد لله هنيئا لنا جميعا.